طبيب، انا بقات لي دقيقه فقط، وماذا بك قبل ما نقول لك صحه فطورك وصحه فطور كل سكان بليده وبوفاريك وكل الجزائريين عبر ما كانوا، فقط حبيت نعرف والمشاهد الكريم حب يعرف، هل طبيب الان لو فيروس هذا تاع لو كورونا فيروس لو كوفيد هذا يا الان عنده تقريبا، كاين اللي يقول قبل جونفي بدايه الظهور تاعو قبل بدايه السنه، يعني حتى في ديسمبر او ربما قبل، هل مع مرور هذا الوقت وقع فيه تحول بحيث الى توندونس ا دوفونير ان بتي بو انودان، يعني ما يعني يولي شانه شان فيروس تاع سامبل غريب؟ لا، هو دروك الاخ، هو داك ما نساوش بلي هذا الفيروس هذا بالنسبه لنا الكورونا جديد، اذا حاجه جديده وكل دير الهلع دير هذا اولا. ثانيا ما نساوش بلي هو ما تبدلش بالنسبه من ناحيه الفيروس التقريب هو اللي راه موجود. ما نساوش بلي هذا قلت لك الخصوصيه الثانيه تاعو، وهذا اكدوها كل خبراء، يعدي كثير اكثر من الفيروس تاع الانفلونزا. لكن كاين اللي يقولوا الشيخ بلي باريكزوم لا روجولي لا فاريول عندها استادير تعدي اكثر من الكورونا، يعني لا انا قلت لا. يعدي اكثر من فيروس الانفلونزا، ما قلتش يعدي، هو اكبر فيروس اللي يعدي في كل الامراض هو فيروس تاع ابو حمرون تاع لا روجول، هو تاع هذا الكورونا ما لحقش تاع لا روجول، ما لحقش ولكن يعدي اكثر من تاع لا غريب. لذلك هذه المده هذه اللي شفناها رانا في 4 شهور، هذو 4 شهور ولا 5 شهور، الانتشار الكبير في العالم لفيروس اللي كان غير معروف ادى الى هذا الوضعيه اللي رانا فيها. وما ننساوش ثاني النقطه الثالثه، هو في عجاله استاذ اسمح لي، عده امور ما زالت مجهوله عند فيروس، لذلك ناخذ الحذر تاعنا الوقايه النصائح هذه، لانه كان امور اللي مازال ما نعرفوهاش عند الفيروس هذا، وكيف راح يكون مع السخانه، كيف راح يكون في الايام المقبله، كيف راح يكون مع الصيف، التطور تاعو، هل راح تكون عنده مناعه الناس اللي مرضوا به. ولكن الشيء اللي نعرفوه انه المناعه تجيب، يعني لا بريفونسيون اي بورتوز. شكرا دكتور محمد يوسفي، بارك الله فيك، رئيس مصلحه الامراض المعديه بمستشفى بوفاريك، وتحيه حاره وخاصه لكل عمال الصحه في بوفاريك.